للمزيد مشاهدينا ينضم الينا عبر الهاتف الناقد الرياضي جمال الزويلي. استاذ جمال برحب بيك. يعني اعتقد ده المباراه الثانيه على التوالي اللي هو يكون الاداء منتخب مصر بيقنع الجماهير المصريه المتابعه. تحياتي اولا لحضرتك والف مبروك لمصر كلها على الاداء المقنع الرجولي الرائع على مدار المباراتين الاخيرتين امام كوت ديفوار وامام المغرب. وهنا يعني اهميه الاداء ده والنتيجه انها امام فريقين بيمتازوا بالمستوى الفني الرفيع. يعني كلنا كنا معجبين جدا قبل ما نلتقي مع المغرب وقبل ما نلتقي مع كوت ديفوار باداء الفريقين. استاذ جمال يعني سريعا ما الذي تغير في اداء المنتخب المصري في الماتشين الاخريين؟ الروح فقط. انا من وجهه نظري لان لما تيجي تقارن التشكيل اللي لعب بيه المنتخب على مدار الماتشات بتاع البطوله هتجد ان هو تقريبا تشكيل ثابت. الحاجه الوحيده يمكن الروح المعنويه والروح القتاليه العاليه جدا اللي ادى بيها لعيبه منتخب مصر بالاضافه لعوده اللاعبين الى مراكزهم الاصليه بعد ما استقر كيروش على انهم يعودوا او يلعب بنفس التشكيله كل لاعب في مكانه. اعتقد انه نجح الى حد كبير في انه يخلي كل لعيب يطلع اكتر طاقه عنده. عظيم جدا. واضيف الى ذلك برضو يا استاذ رجائي حاجه مهمه. اتفضل. الانتقادات التي كانت متجاوزه احيانا للاعبي منتخب مصر في مباريات الدور الاول للبطوله اعتقد ان هي رفعت مستوى التحدي عند اللعيبه لاثبات وجودها وهذا هو ما نريده. نعم. في النهايه يعني. عظيم جدا. طيب احنا النهارده تابعنا كان فيه للاسف الشديد عدد كبير جدا من الاصابات التي ضربت اللعيبه الاساسيه في المنتخب المصري. توقعاتك لسيناريو المباراه القادمه مباراه مهمه جدا امام صاحب الارض الكاميرون. طبعا المباراه القادمه بلا شك انها تكون مباراه صعبه جدا لكن احنا قلنا قبل كده مباراه المغرب صعبه جدا مباراه كوت ديفوار صعبه جدا. طبعا الصعوبه تزداد امام الفريق المضيف اللي هو صاحب الارض والجمهور واللي غالبا بيكون التحكيم متعاطف معاه اكتر اضافه طبعا للعوامل اللي حضرتك قلتها. معلش يا فندم اكتر من كده يعني؟ نعم اكتر من كده ممكن. لا بس انا عايز اقول ان الروح القويه اللي بنلعب بيها ممكن تعوض اي حاجه. نعم. يعني انت ممكن تتعرض لظلم تحكيمي ولكن انت عندك الاصرار انك تكمل بنفس القوة وبنفس الكفاءة هتنجح بدليل ان انت النهاردة امام المغرب منتخب المغرب تقدم عليك في الدقيقة 4 من الشوط الاول من بداية المباراة. صحيح صحيح. انا بقول رب ضارة نافعة لانه هذا التقدم المبكر ده اللي حفز اللعيبة بتاعتنا ان هم يتعادلوا ويكسبوا كمان. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي استاذ جمال الزهيري كنت معنا عبر الهاتف. اشكرك شكرا جزيلا.